علي رشيد، جاي خبرك انه جارك رزق الله فات على المستشفى وعمل عملية القلب المفتوح، بدك تشق عليه؟ لا هلا ببعث له SMS. سلامتك رزق الله بعتها. لشو معمول الاسمس؟ معلم رشيد، جاي خبرك انه جارك رزق الله ماتت امه، بدك تروح تعزيه؟ لا هلا ببعث له SMS. العود بسلامتك رزق الله. وصلت. لشو عاملين الاسماس؟ معلم رشيد، جاي خبرك انه جارك رزق الله ولدت مرته وجابت صبي، بدك تروح تبارك له؟ لا هلا ببعث له SMS. مبروك يا رزق الله، الله يعيشه. وبعتني له SMS. ضروري روح اكل مغلي. لشو الاسماس؟ ها؟ معلم رشيد، انت قنايم دق جارك رزق الله حتى يعايدك، وقلت له انك غافي، بدك تعايده وبطلب لك ايه؟ لا لا لا، بعايده بالاسماس. ضروري اطلبه واحكيه. لشو الاسماس؟ ينعادك رزق الله. لا يا حرام، لك الزلمه كيف طيرته السياره وهربت. لا 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 كي رشيد، هذا انت؟ اخ رزق الله، دخيلك يا رزق الله، ما تتركني موت. ولا يهمك يا رشيد. سلامتك يا رشيد، بعثت لك SMS. ولو لشو الاس ام اس؟